السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد ورسول. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي ما يتعلق بقصة أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أيضاً ما يتعلق بقصة إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بقصة نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو لوط عليه السلام. نعم، أصله هو قلنا أنه ابن أخو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أنجى الله سبحانه وتعالى إبراهيم من النار، آمن فقال فآمن له لوط عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمن أحد من قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا لوط عليه السلام وسارة. نعم، قومه ذكرنا. نعم، طيب. فآمن له لوط، هذا يعني بداية دخول لوط عليه الصلاة والسلام في الإسلام، آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هذا هو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بابل إلى بلاد الشام، وكان معه لوط عليه السلام. نعم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولوطا عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الكفرة. نعم، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أرسل لوط عليه الصلاة والسلام إلى سدوم، وسيأتي معنا أنها أيضاً يقال لها المؤتفكة. وهؤلاء القوم نسأل العافية والسلامة أتوا بفاحشة لم يسبق إليها أحد، هم أول من سن هذه الفاحشة نسأل الله العافية والسلامة. لكن لابد من تنبيهات. التنبيه الأول أن كل ما في الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره، كل ما في الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره، ولن تجد، يقول بعض العلماء، ولن تجد في كتاب ولا سنة صحيحة ذكر ما يستقبح ذكره من الكلام البذيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا فيه تنبيه للوعاظ والقصاص أنهم يذكروا أحياناً بعض الألفاظ وبعض الأشياء التي تثير الشهوة، ويسمعها البعض وتثار الشهوة لديه ولا يطفئها إلا في معصية. فهو في صورة إنكار المنكر يذكر المنكر، فكل ما ورد في الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره. أتأتون الفاحشة، كانوا يعملون السيئات، في قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها قال ليسكن إليها. السكون هنا سكون شهوة وسكون مودة ورحمة، وبهذا لابد نعلم في هذه القصة أن الشهوة لا يمكن تنقطع إلا بالحلال، لأنهم ما اكتفوا بالحلال، قال هؤلاء بناتي، يعني كل من آمن بلوط عليه الصلاة والسلام لأنه هو نبي فيكون هؤلاء من بناته، عرض لهم الطهر وهو الزواج والنكاح، وبهذا تنطفئ هذه الشهوة، فأبوا ليسكن إليها، سكون شهوة وسكون مودة ورحمة.
فلما تغشى، هذا هو كناية عما يستقبح ذكره، أو لامستم النساء، كل ما في القرآن والسنة كناية عما يستقبح ذكره. ولهذا لابد أن نفرق بين ما جاء في القرآن والسنة وما كان عليه السلف والصحابة رضوان الله عليهم والأئمة من عدم ذكر الكلام البذيء الفاحش، ومن من يريد في هذه الأيام أن ينشر هذه الفواحش بين أهل الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أي نعم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الهداية، يريد لنا الطهر، وهؤلاء نسأل العافية والسلامة يريدون الإفساد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، ثم قال عظيما، ثم قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد والله يريد أن يتوب عليكم وخلق الإنسان ضعيفا. ما مناسبة وخلق الإنسان ضعيفا هنا؟ قال بعض العلماء في التفسير، قال: وخلق الإنسان ضعيفا، يعني في شأن النساء هو ضعيف في كل شيء، لكن هذا الأمر أكثر، فلا يمكن أن يذكر له هذا الشأن ولا تثار لديه الشهوة. ولهذا لابد أن نأتي بالوسائل الشرعية لإطفاء هذه الشهوة فيما أباح الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم إباءة فليتزوج. تستطيع تتزوج تزوج، وإلا لا تتكلم، تصوم، قال: فعليه بالصوم، تقلل من الطعام لأنه يقلل مجرى هذا، أيضا النظر، الكلام، الذهاب للأسواق، لابد أن نتعاطى الأسباب الشرعية لقطع هذا المرض. لأن الأمراض إخواننا تنقسم إلى قسمين: مرض شبهة ومرض شهوة. قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض هذا؟ مرض شهوة. إذن مرض. ولهذا من أهل الإصلاح في هذا الزمن، من ينادي إلى الإصلاح وينادي إلى الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يصلح. وبدأت الآن بعض العيادات أيضا في إصلاح هذا الذي يسميه بعض الناس اليوم بغير اسمه، وهو في الحقيقة انتكاس الفطرة. وما ذم قوم في القرآن كما ذم قوم لوط عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا أن لوط عليه الصلاة والسلام قال عنهم يعني أشياء منها سيأتي بإذن الله. نعم. قال: دعوته لقومه. دعوته لقومه لوط عليه الصلاة والسلام، دعوته لقومه. كيف دعوته لقومه؟ ها، كيف كان أخوهم لوطا وهو ليس منهم؟ الأخوة هنا في البقاء عندهم، وأنه يعني سكن معهم، نعم، وتزوج منهم. نعم. كذبت قوم لوط المرسلين. عجيب، هم كذبوا لوط عليه الصلاة والسلام، صحيح أو لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى أنهم كذبوا المرسلين، لأن تكذيب رسول واحد عليه الصلاة والسلام تكذيب لجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا اليوم من يدعي أنه على دين موسى عليه الصلاة والسلام أو على دين عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر كفر أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو صادق بلا قسم، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. في سورة الفاتحة إيش نقرأ؟ غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. إذا نتبرأ وندعو الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من هؤلاء. نعم، إذا من كذب برسول كذب بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، إذا دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة ودينهم واحد. نعم. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. قلنا الأخوة هنا ليست في النسب وإنما في المكان والمقام وغيره. ألا تتقون؟ تقوى الله سبحانه وتعالى بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لكن على علم وبصيرة لا على جهل. نعم. إني لكم رسول أمين. نعم، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أمناء، الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نعم. فاتقوا الله وأطيعون. نعم، أمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبالطهر. نعم. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا عليه جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاءوا بهذا بدعوة الناس إلى التوحيد وترك الشرك. واختص قوم لوط عليه الصلاة والسلام بأنهم جاءوا بأمر لم يأتي به من سبقهم. نعم. أتأتون الذكران من العالمين. هذا فيه الذكران مثل سكران وعطشان، يعني مبالغة في التنفير من هذا. كيف الفطرة السليمة المستقيمة تنظر إلى رجل ينظر إلى الأجر أو يفتتن به أو تأتي الشهوة، نسأل العافية والسلامة. هذا انتكاس للفطرة، نسأل العافية والسلامة. نعم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذا أول وصف الآن، عادون يعني تجاوزوا الحد من الحلال إلى الحرام، نسأل العافية والسلام، من الطهر والعفاف وانطفاء الشهوة إلى، نسأل العافية والسلامة، إلى الفواحش والأمراض وما إلى ذلك. أتأتون الذكران؟ كيف عاقل يصنع هذا؟ حتى أن كفار قريش بعضهم قال لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي جاء عن قوم لوط عليه الصلاة والسلام لم يطرأ على بال أحد حتى من كفار مكة على ما كان يأتون هذه الفواحش، نسأل العافية والسلامة. نعم، إذن هم عادون. نعم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، نسأل العافية والسلامة، جمعوا بين الفاحشة والمجاهرة بها، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تظن أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر قد مضى وانتهى. هناك اليوم ما ينادي إلى هذا ويريد أن يعيد ما كان عليه أهل الضلال وأهل الفسق وأهل الفجور، وهذا كل الذي يروج اليوم لأولاد المسلمين وللمسلمين ليس للكافرين، لأنهم قد صنعوا أكثر من هذا، فلا بد أن نتنبه. ومن العجب أن كثير ممن يتكلم عن قصة لوط عليه الصلاة والسلام يأتي بالأشياء التي لم ترد في كتاب ولا سنة حتى تكثر له المشاهدات والمتابعات واللايكات على ما يقولهم. لماذا؟ لأنه لا يأتي ب ما أراد الله سبحانه وتعالى، إنما يتكلم يقول
كيف بدأت الفاحشة ومن بدأ الفاحشة وماذا وأين كان المكان وما هو الصنم الذي مسخت عليه زوجة لوط عليه الصلاة، يعني يخرج الناس عن المقصود عن المضمون. ولهذا لابد أن نعلم ونوقن أن أحسن القصص أين؟ في القرآن والسنة. نعم. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إذن هذا هو الوصف الثاني، قوم تجهلون عادون تقدم. إذن جمعوا بين الفاحشة والمجاهرة بالفاحشة وتركوا ما خلق الله سبحانه وتعالى لهم. قال الله سبحانه وتعالى: من أزواجكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من جنس واحدة البشر، لأن إنس يتزوج بإنسية، أو الثاني: وخلق منها زوجها، أي خلقت حواء من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، ليسكن إليها سكون شهوة مودة ورحمة. نعم. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. كما عادت الكفار في كل زمان ومكان يستهزئ بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما استجابوا للوط عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن معه أحد إلا آمن أهل بيته ابنتيه، نعم، عليه الصلاة والسلام، ومع هذا صبر وظل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم اشتد الأمر عليه عندما جاءته الملائكة في صورة بشر عليهم السلام، اشتد الأمر عليه. قدر الله سبحانه وتعالى أن الملائكة يأتون أول شيء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبشروه بهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم الخليل عليه السلام كان يجادل الملائكة في قوم لوط، وامرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام سارة ضحكت، استبشرت وفرحت بماذا؟ استبشرت وفرحت بهلاك الظالمين، بهلاك المفسدين، فرحت بهذا. ولهذا لو تقارن الآن بين امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين امرأة لوط عليه الصلاة والسلام، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما في ماذا؟ بأنهما لم تدخل في الإيمان، ما آمنت مع لوط عليه الصلاة والسلام وكانت مع قومها. ولا يمكن أن ينسب إلى زوجة نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الفاحشة، أو أنها تكون نصر عافية والسلام بغي، هذا ما يمكن يعني يحكي هذا. ولهذا أجمعت الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد أن نزل القرآن في براءتها فهو كافر كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. جواب قومه له، ما بماذا يعني أجاب هؤلاء لوط عليه الصلاة والسلام؟ انظر. نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا من العجب أن من يدعو إلى الطهارة وإلى العفة وإلى النكاح وإلى إطفاء هذه الشهوة فيما أحل الله سبحانه وتعالى يحارب ويطرد. ورموه بماذا؟ بالطهارة والعفاف. وما آل لوط يقول فقط هم الذين يتطهروا، يعني هم نسأل العافية والسلامة على الرجس والفسوق والفواحش، نسأل العافية والسلامة.
نعم. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. ثم هددوه أيضا أنه إذا لم ينتهي عن هذا وبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحذر من هذه الفواحش سيطرد من هذه البلد، لأنه ليس له شأن وليس له قوم وليس له أحد. نعم. قال إني لعملكم من القالين. نعم، أعلن لهم صراحة أنه لا يقر هؤلاء ويبغض هذا العمل الذي يعمل هؤلاء، ولم يداهم في دين الله سبحانه وتعالى. لكن يا أخواننا لابد من الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال إني لعملكم من المبغضين من الكارهين. نعم. رب نجني وأهلي مما يعملون. دعا الله سبحانه وتعالى بأن ينجيه من هؤلاء، واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء عليه الصلاة والسلام. لكن قبل هذا كان شيئا من الابتلاء للوط عليه الصلاة والسلام. نعم. قال نعم رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. نعم، لأنها أقرت قومها على ما كان يصدر منهم. نعم. مجيء الملائكة ونزول العذاب. نعم، هذا الآن عندما دعا جاءت الملائكة. من قلنا كانوا في أول الأمر عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم دخلوا قرية سدوم. نعم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. عندما قالت الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن العذاب نازل على قوم لوط، بدأ عليه الصلاة والسلام يجادل الملائكة وينظر حتى يعني يؤخر هذا العذاب لعلهم يرجعوا لله سبحانه وتعالى. نعم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نعم، لكن هذا الأمر قد انقضى. نعم، قضاه الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يغير. نعم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نعم، قضى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. نعم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. عندما جاءت الملائكة عليهم السلام في صورة بشر إلى لوط عليه الصلاة والسلام سيئ بهم، خاف أن هؤلاء القوم يتعدوا على هؤلاء وظنهم بشر، هو لا يعرف أن هؤلاء ملائكة، هو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وقدر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على لوط عليه الصلاة والسلام حتى يشهد لوط عليه الصلاة والسلام على قومه. الثاني حتى تعلم أن الأمر كلما ازداد شدة هذا دليل على قرب الفرج، ولا تقنط من رحمة الله. وسوف يأتي معنا في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام، في أول الأمر فقد يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا فقد أخو يوسف بنيامين، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
ماذا قال لهم؟ قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. عجيب، يوسف هو البعيد وبنيامين هو. قال الأمر ضاق الآن، الله سبحانه وتعالى يأتي بالبعيد قبل القريب. قال فتحسسوا من يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا المؤمن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال هذا يوم عصيب، يوم شديد يمر عليه، كيف يستطيع يحمي هؤلاء وهو لا يدري أنهم ملائكة؟ وأراد الله سبحانه وتعالى أن لوط عليه الصلاة والسلام يشهد عليهم بماذا؟ يشهد على قومه بماذا؟ بهذه الأمور التي ذكرناها. نعم، قال وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ليست سيئة بل سيئات، نسأل العافية والسلامة. وهم يأتون في ناديهم المنكر، يعني من الأقوال ومن الأفعال، نسأل العافية والسلامة. فكانوا يعني قرب عهد بفواحش وسيئات، ولم تنطفئ هذه الشهوة، لأن قلنا الشهوة لا يمكن أن تنطفئ إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى. ومع هذا جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وازداد الأمر ضيق وشد على لوط عليه الصلاة والسلام. نعم، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ لا والله ليس منهم، نسأل العافية والسلامة، رجل رشيد. وفي هذه الأيام لابد أننا نعرف ونعلم يقينا الذي يقول بهذه الفواحش وأن حرية شخصية وما إلى ذلك، والله هذا ليس برشيد، وهذا يدعو إلى انتكاس الفطرة وإلى ما دعا إليه قوم لوط عليه الصلاة والسلام. أليس منكم رجل رشيد؟ و نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا، إنه كان لا يأوي إلى ركن شديد، لأنه ما بعث في قومه، ولم يبعث نبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعد لوطا إلا في قومه. آخر من بعث في غير قومه هو لوط عليه الصلاة والسلام، وكان يأوي إلى الله سبحانه وتعالى ونجاه الله سبحانه وتعالى. ولكن قلنا أن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة يدل على قرب الفرج. نعم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والله إخواننا لا يمكن أن نعتقد في رجل صالح أنه يأمر بالفواحش، كيف بلوط عليه الصلاة والسلام؟ قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الطهر فين يكون؟ لا يكون إلا بالنكاح الشرعي والزواج، ولا يمكن أن لوط عليه الصلاة والسلام يخرجهم من فاحشة ويوقعهم في فاحشة، أعوذ بالله، نسأل العافية والسلام، لا يمكن أن يقال هذا أصلا ولا يحكى هذا، أعوذ بالله. نعم، بناتي قلنا يعني كل من آمن بلوط عليه الصلاة والسلام، لأنه يعتبر أب لهم. نعم، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يعرف الحق ويعرف الصواب ويعرف الطهر ويعرف، وقامت عليهم الحجة. إذن الله سبحانه وتعالى قدر هذا، أن تأتي الملائكة عليهم السلام في صورة بشر حتى يقر هؤلاء، نسأل العافية والسلامة، بترك النكاح الشرعي وعدولهم عن هذا إلى الفواحش، نسأل العافية والسلامة. وشهد عليهم لوط عليه الصلاة والسلام بهذا. نعم،
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نعم، فمعه الله سبحانه وتعالى نجاه من هؤلاء. نعم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. الآن بدأ الملائكة عليهم السلام يبشر لوط عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يمكن أن يصيبوه بسوء، لا هو ولا أهله. نعم. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أسرع في السلامة. الجزاء من جنس العمل. هذه النطفة بدل أن توضع في الحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، موضع الزرع في النكاح الشرعي، فعندما وضعوا هذه النطفة في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى وضعت هذه الحجارة فيه من الصلاة والسلام، وكان الجزاء من جنس العمل. وعندما قلبوا جعلوا الحلال حرام والحرام حلال والخبيث طيب والطيب خبيث والمؤتفكة أهوى انكفأت عليهم الأرض، نسأل العافية والسلامة. ولهذا لكل إنسان يقول من اسمه نصيب. المؤتفكة قالوا إما أنها انكفأت يعني انقلبت عليهم، أو من الإفك، نسأل العافية والسلامة. نعم. وفي سورة القمر، أول السورة سورة القمر. نعم. أيوة. اقتربت الساعة. أيوة. لا، سورة النجم. والنجم إذا هوى. إذا هوى النجم. وفي آخر السورة قبل الأخير والمؤتفكة أهوى أيضا، لكن الهوي هنا ليس كهذا. نعم، هذه من المناسبات. طيب، إذن نسأل العافية والسلامة، امرأة لوط عليه الصلاة والسلام ما فعلت الفاحشة، وهذا يعني أمر مجمع عليه، لكن أقرت القوم على هذه الفواحش فكانت منهم. فكل من يقر اليوم هؤلاء من الذين ينادون إلى انتكاس الفطرة والشذوذ والفواحش ويقول هؤلاء لهم الحرية في الاختيار ولك الحق أن تختار كذا أو كذا أو كذا، هذا وافق هؤلاء، إذن لابد من الإنكار، وأقل درجة من درجات الإنكار أن ينكر بقلبه. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا؟ نعم، إن شاء الله بعد الحج نبدأ الدرس إن شاء الله تعالى، أول سبت بعد الحج بإذن الله. جزاكم الله خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. جزاكم الله خير.